الوحدة الرابعة الفصل الثامن، الوحدة الرابعة الفصل الثامن، موضوعنا اسمه الخلط. عندنا الدرس الأول اللي هو المخالط، راح نتعرف شنو معنى المخالط وشنو معنى الخلط. عند إضافة المواد إلى بعضها البعض من الحرف المواد، إحنا نحضر مثلا السلطة اللي كنا إحنا ماكليها وشايفيها، مو صحيح؟ من نحضرها شو نسوي؟ نجيب مواد نقطعها. المواد شنو هي؟ طماطة، الخيار، فلفل، ليمون، جزر، شنو المتوفر عندنا أسوي؟ أقطعها، من أقطعها لقطع صغيرة، من أضيفها إلى بعضها البعض، زين شو راح تطلع لي؟ راح تطلع لي سلطة. هاي العملية شو أسميها؟ أسميها الخلط. الخلط هو عملية إضافة المواد إلى بعضها البعض. يعني عندي ذن المواد الطماطة والفلفل والجزر، ضفتهن إلى بعضهن البعض، إيش صار؟ صار خلط. إذا الخلط هو عملية إضافة المواد إلى بعضها البعض، نضيف مواد على مواد. هاي عملية إيش أسميها؟ أسميها الخلط. إيش راح تطلع لي من عملية الخلط؟ من خلطة ذن المواد، من خلطة ذن المواد الطماطة والخضروات، أي شيء متوفر، إيش راح تطلع لي؟ راح تطلع لي سلطة. من راح تطلع لي سلطة؟ هاي العملية الأخيرة، النتيجة اللي طلعت لي من بعد ما قطعت المواد وطلعت لي هاي النتيجة، هاي إيش أسميها؟ أسميها المخلوط، أسميها المخلوط. يعني الناتج مال القطع اللي قطعتهن طلع لي سلطة، أسميها المخلوط. المخلوط مثل هنا عندي مخلوط ثاني اللي هو الزبيب والحمص والفستق، ذني مكسرات اسميها وياهن الزبيب، ذني خلطتهن مع بعضهن البعض، صار لي مخلوط، صار لي مخلوط. المخلوط اقدر بعض المواد اقدر افصلها عن بعضها البعض. يعني شنو؟ يعني هسه عندي ذني المواد المخلوط هاي مثل ما هو واضح قدامكم، اذا اقدر شيء ما ارغب بيه اكله اقدر افصله بسهوله، اقدر افصل الزبيب مثلا عن الفستق، اذا شيء ما احبه فصلت الزبيب عن الفستق. هاي عملية فصل. اكو مواد بسهولة افصلها، بسهولة افصلها الشيء اللي ارغب بيه او ما ارغب بيه. اكو بعض المخاليط ما اقدر افصلهن، ما اقدر افصلهن. مثلا اذا هسه راح اسوي تجربة قدامكم، بعض المخاليط يصعب فصلها عن بعضها البعض. يعني راح اسوي هسه تجربة، عندي هذا شنو؟ هذا موز. اذا راح اخلطه بالخلاط، خلينا نشوف. راح اضيف ويا مي، هسه صار هنا عندي مادتين الموز والبرتقال، راح اضيف ماده ثالثه اللي هو المي، واضيف ويا سكر. كم مادة صارت عندي؟ أربع مواد، موز، برتقال، ومي، وسكر. مو صح؟ إذا هذا كل ما هو يخص بموضوعنا اللي هو المخالط.